بسم الله الرحمن الرحيم. مادة الرياضيات درس التوزيعات ذات الحدين. طبعا التوزيع ذو الحدين كثير من التجارب الاحتمالية يكون لها نتيجتان فقط، إما نجاح أو فشل، ويمكن جعلها كذلك. فمثلا في مسائل الاختيار من متعدد التي لها 5 إجابات، يمكن تصنيف ناتج الإجابة في كل فقرة على أنه صح أو خطأ، ويمكن تصنيف نتائج دواء طبيعي على أنه فعال أو غير فعال. طبعا مفهوم أساسي تجربة ذات الحدين، تجربة ذات الحدين. طبعا تجربة ذات الحدين هي تجربة احتمالية تحقق الشروط الآتية. انتبه للشروط هذه. أولا، يعاد إجراء التجربة عدد محدود من المحاولات المستقلة يعني كل حادثة بتكون مستقلة عن الحادثة الأخرى. الثانية، كل محاولة لها فقط نتيجتان متوقعتان، إما نجاح اللي هو S أو فشل F. الثالثة، احتمال النجاح ويرمز له بالرمز BS أو B هو نفسه في كل محاولة ثابت، يعني ما بتغير نسبة النجاح ثابتة في كل محاولة، المحاولة الأولى أو المحاولة الثانية أو المحاولة الثالثة هو نفس الشيء. واحتمال الفشل اللي هو BF ويرمز له بالرمز Q. Q هذا رمز ليش؟ الفشل. وهو نفسه في كل محاولة يساوي 1-B. يعني 1- النجاح بديني الفشل. ويمثل المتغير العشوائي X عدد مرات النجاح في N من المحاولات. طبعا مثال 1، تمييز التجربة ذات الحدين. حدد ما إذا كانت كل تجربة مما يأتي ذات حدين أو يمكن جعلها كذلك، وإذا كانت تجربة ذات حدين فاكتب قيم الN اللي هي عدد المحاولات، والB نسبة النجاح احتمال النجاح، والكيو احتمال الفشل، وقيم المتغير العشوائي X. طبعا قيم المتغير العشوائي الممكنة اللي هو بيكون X. طبعا الفقرة ايه تبين نتيجة لمسح احصائي داخل احد المدارس ان 68% من الطلاب يمتلكون حاسبة بيانية. 68% من الطلاب يملكوا حاسبة بيانية. طبعا هذه اللي هي ايش؟ النجاح اللي هي BS او B. واذا تم اختيار 6 طلاب عشوائيا، 6 طلاب هذه معناها N، وسؤالهم عما اذا كانوا يمتلكون هذه الآلة او لا، وكان المتغير العشوائي X يمثل عدد الطلاب الذين يملكون الحاسبة البيانية. فإن هذه التجربة تحقق شروط تجربة ذات الحدين، وهي إيش الشرط الأول؟ كل طالب تم اختياره يمثل محاولة، وعملية اختيار الطلاب 6 تكون من محاولات، تتكون من محاولات مستقلة، يعني كل محاولة مستقلة عن الأخرى، بحيث أن مثلا النسبة مثلا كانت 68% للأول، ونفس الشيء بتكون 68% في الثاني، يعني نسبة النجاح هي نفسها ثابتة. طبعا للتجربة نتيجتين متوقعتان، الطالب يمتلك آلة حسابية يعني S يعني اللي هو أو لا يملك اللي هي F
يعني نجاح أو فشل. طبعا احتمال النجاح نفسه لكل طالب هو نفسه اللي هو بي اس هو 68%، اللي هي كانت في السؤال مديني اياها 68%، هذه اللي هي نسبة الايش النجاح. وفي هذه التجربة يكون عندي ان اللي هو عدد عدد الطلاب 6، والبي اس اللي هو النجاح يمثل 68%. اذا احتمال الفشل اللي هو كيو يساوي 1 ناقص بي، يعني 1 ناقص 68% بتديني 32%. وطبعا الفشل بيساوي 1 ناقص نسبة النجاح او احتمال النجاح بدي 32%. ويمثل اكس عدد الطلاب الذين يمتلكون حاسب بيانية من الذين تم اختيارهم. ممكن من 6 طلاب ولا طالب يكون معه آلة حاسبة، يكون صفر. ممكن من 6 طلاب يكون طالب واحد عنده آلة حاسبة، وهكذا. ممكن من 6 ألاقي 2، وممكن ألاقي أن 6 اللي سألتهم هم معهم 6 آلات بيانية. يعني هذه هي قيم المتغير إكس. الفقرة بي يحوي صندوق 52 بطاقة خصصة لكل 13 بطاقة أحد الألوان الآتية: الأحمر، الأسود، الأخضر، الأبيض. سحب منه 5 بطاقات واحدة تلو الأخرى دون إرجاع، يعني أسحب من 52 بطاقة دون إرجاع. وكان المتغير العشوائي X يدل على عدد البطاقات المسحوبة ذات اللون الأخضر. طبعا في هذه التجربة كل بطاقة يتم سحبها تمثل محاولة. طبعا وبما أن الاحتفاظ بالبطاقة التي تم اختيارها اللي هو دون إرجاع، سحب دون إرجاع، فإن المحاولات غير مستقلة، لأن الحادثة الأولى احتمالها 1 على 52، الثانية حيكون احتمالها 1 على 51، يعني اختلفت نسبة النجاح. وعشان كده بنقول احتمال النجاح في كل محاولة يختلف عن الأخرى، لذا فهذه تجربة ليست ذات حدين. طبعا في مثال تحقق من فهمك، حدد إذا كانت التجربة ذات حدين أو يمكن جعلها كذلك، وإذا كانت التجربة ذات حدين فاكتب قيم الN والبي والكيو. أظهرت نتيجة لمسح إحصائي في إحدى المدارس ذات الزي الموحد أن 61% من الطلاب يحبون الزي الجديد، وأن 24% لا يحبونه، لا يفضلون الزي الجديد. إذا تم اختيار 20 طالب، تم اختيار 20 طالب بشكل عشوائي، وسؤالهم عما إذا كان يحبون الزي الجديد، وكان المتغير العشوائي إكس يدل على عدد الطلاب الذين يحبون الزي الجديد. طبعا هنا بلاقي النجاح، نسبة النجاح كانت عندي 61%، مفروض تكون عندي نسبة الفشل 1 ناقص 61%، يعني تساوي 39%. لكن هنا الذين لا يحبون الزي 24%، طبعا 39% لا تساوي 24%. إذا هذه تجربة ليست ذات حدين، ليست ذات حدين. ليش؟ لأنه النجاح 61%، والمفروض الفشل يكون 39%، لكن هنا أعطاني إيش 24%. إذا لا تكمل الواحد، لا تكمل العدد واحد. الفقرة ب أجاب خالد في اختبار مكون من 20 فقرة من نوع الاختبار من متعدد، اختبار من متعدد، كل فقرة لها 4 إجابات، واحدة فقط صحيحة. وكان المتغير العشوائي إكس يدل على عدد الإجابات الصحيحة. طبعا هذه تجربة ذات حدين، لأنه
نسبة النجاح اللي هي ربع، البي تساوي ربع، الفشل تساوي ثلاث أرباع، تساوي ثلاث أرباع، يعني واحد لو وكل سؤال جابته مستقلة عن الثاني، إذا الاحتمالات كانت مستقلة، لأن السؤال الأول ما هو محاولة، السؤال الثاني محاولة، والسؤال الثالث محاولة، يعني السؤال الأول محاولة لا تؤثر على السؤال الثاني، لا تؤثر على السؤال الثالث. إذا هذه تجربة ذات حدين، طبعا بكون عندي إن عدد المحاولات، إن عدد المحاولات وهم عدد الأسئلة، بتكون إن تساوي 20، البي النجاح ربع، الكيو يساوي ثلاث أرباع الفشل، وقيم المتغير العشوائي إكس تساوي إكس تساوي إما صفر، يعني ممكن الطالب ما يجاوب ولا سؤال، صفر أو واحد، يعني ممكن يجاوب سؤال واحد فاصلة اثنين، وهكذا من صفر واحد اثنين إلى غاية إيش؟ 20. من هيك بنكون انهينا المثال الأول. طبعا مثال اثنين، مثال اثنين صيغة احتمال ذات الحدين. طبعا استعمل النجاح في اكس مرة، احتمال النجاح في اكس مرة من ان من المحاولات المستقلة في تجربة ذات الحدين هو بي اكس يساوي ان توافيق اكس، بي اللي هو النجاح اس اكس، كيو يساوي ان كيو اس ان ناقص اكس، طبعا حيث بي هو النجاح والكيو هو الفشل، وطبعا في كل محاولة. المثال طبعا التوزيع ذات الحدين في اختبار نهائي أكد 35% من الطلاب أنهم أجابوا بالشكل الاعتيادي، إذا اختير 5 طلاب عشوائيا وتم سؤالهم عما إذا أدوا الاختبار بالشكل الاعتيادي، وكان المتغير العشوائي X يدل على عدد الطلاب الذين أجابوا بنعم عن السؤال. بالسؤال بيقول لي كون جدول التوزيع ذي الحدين ومثله بالأعمدة. طبعا أنا عندي أهم حاجة عندي هنا إن تساوي 5، إن تساوي 5، والبي 35%، والكيو 1 - 35 تساوي 66%. إذا بستخدم القاعدة بي 0، يعني احتمال 0 اللي هو يساوي 5 توافيق 0 ضرب 35% أس 0 ضرب 65% أس 5 - 0 تديني 116 من 1000، وهكذا بي 1 بنفس الطريقة، بي 2 بنفس الطريقة، بي 3 بنفس الطريقة، بي 4 بنفس الطريقة. طبعا تستخدم الآلة الحاسبة، تستخدم الآلة الحاسبة في حسابة 4 توافيق 5 أو 3 توافيق 5 توافيق 3 و5 توافيق 2، تستخدم الآلة الحاسبة. بنعمل الجدول زي ما احنا شايفين، طبعا الاكس كانت صفر، الاكس صفر احتمالها كان اللي هو 116 من 100، هنا واحد كان احتماله 312 من 1000، وهكذا ناخذ الجدول من النتائج اللي انا موجود عندي اللي حسبتها. هذا هو الجدول. بالنسبه للرسم التمثيل البياني، التمثيل البياني طبعا بعمل على المحور الافقي عدد الطلاب، وهنا بعمل الاحتمال طبعا 5% 10% 15% 20% وهكذا بمثل. الصفر كانت عبارة عن 11 من 100، الصفر 11 من 100 مثلا تقريبا، الاثنين كانت 31 من 100، والواحد كانت 31 من 100، والاثنين كانت 33%، ومثل 5 ومثل 4 بنفس الطريقة. طبعا بقول لإيجاد احتمال أن يكون 3 طلاب على الأقل أجابوا بنعم،
بوجد احتمال بي 3 بي 5 بي 4. طبعا بي اكس اكبر من او يساوي 3، بحسب بي 3 زائد بي 4 زائد بي 5 اللي انا اوجدتها من في الاول، بتكتب بي 3 زائد بي 4 زائد بي 5، الناتج بتديني 23%. بهيك بنكون انهينا الجزء الاول من هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.